تبعنا لليوم رشا مع حرفة كتير حلوة، قد ما كانت قديمة فهي متجددة دائما دائما الطلب عليها بشكلها بأحجامها المختلفة. ودائما هي بتشكل يعني حضارة اليوم كمان حضارة الأمس. اليوم مهنة الصداف أو التطعيم بالصدف هي من أكثر يمكن شيء بنروح لنحطه صمدية ببيتنا أو كهيك تحفة حلوة. يعني طبعا دائما الشيء المميز إنه عم تكون البصمة سوري والإبداع سوري. أكيد اليوم رح نتعرف على هي الحرفة بالتفصيل، الناحية الجمالية قد ايه كان فيها وقت وجهد وتعب، كل قطعة منها هي حالة جمالية خاصة ومميزة فيها. الحرفي عبد الله مطر رح يرافقنا بمساحة من الوقت حتى نتعرف على هي الحرفة مع حكينا بالتفصيل. يسعد صباحك عبد الله، صباحكم. أهلا وسهلا فيك ورمضان كريم. رمضان كريم. صباح الخير. صباح الخير. عم شوف هيك ما جبت لنا اليوم هيك شغلات صناديق حلوه، قد ايه بهم الصبايا اليوم هدول القصص كمان يعني؟ مو بس الصبايا، خلينا نقول رشا كثير عيال سوريه وكثير ناس كثير بتزين بيتها بمختلف الاشكال يلي عم نشوفها اليوم، خاصه الصدف يلي بيعطي جماليه كثير كبيره. اكيد. عبد الله اليوم هيك خلينا نحكي عن هاي الحرفه، عن هاي المهنه، كيف بلشت واليوم انت رضيان على الشيء اللي عم تقدمه؟ تمام. انا الحرفي عبد الله مطر، اعمل في فن تطعيم الصدف على الخشب منذ ما يقارب 15 عام. هلا هي بدايتي، انا كنت اتردد كثير على باب شرقي وشوف القطع الدمشقيه، التراث الدمشقي، فصار في عندي الرغبه على اني اتعلم هي الحرفه. فكانت الحرفه مثل احنا مو شايفين، هي القطعه عباره عن تنزيل وتعشيق الصدف. فانا قمت بتطوير التراث الدمشقي لحتى يظهر بهذا الموديل الكلاسيكي المعاصر، دمج الحرفتين سواء المزيك مع الصدف. هلا خلينا نحكي شوي بالتفاصيل. اليوم يمكن عبد الله كثير من الناس بتحب الشغلات المعاصره الجديده، وبنفس الوقت كمان بتحب الشيء لما بندمج القديم مع الجديد، قديش هيك بنقدر نحن نرضي اذواق معينه وبنفس الوقت يمكن هي بالانتشار وبالترويج والتسويق هي شيء كثير بيكون ممتاز، كيف بنقدر نحافظ على هي الهويه بنفس الوقت نسوق بطريقه صح؟ تمام. مثل ما تفضلتي، هي بصمة الماضي وإبداع الحاضر. حاولنا نحافظ على التراث الدمشقي وطورنا من إبداعه بتصاميم الخشب الفريدة وبرسمات الخط العربي، بالإضافة إلى رسمات القيشانية والزخارف النباتية، دمج المزاييك مع الصدف لتعطينا هذا الطابع الجمالي. قد ايه بدها وقت؟ إذا بدنا نقول عن قطعة صغيرة مثلاً قديش هي بدها وقت؟ لأنه كل شيء أعمال يدوية هو وقت وجهد وتعب وخيال كمان من تمام. تقريباً الفترة الزمنية تتراوح من الأسبوع للشهر على حسب القطعة، بس القطعة تقريباً الوسط فترة عملها أسبوع. تمام. لا. خلينا نحكي كنا عم نحكي عن المدة والجهد اللي عم تبذلوه حضرتك أو غيرك من الحرفيين اللي بيشتغلوا بالأعمال اليدوية، في حد عم بيساعدك بهي القصة أو لا لحالك اليوم عم تشتغل؟ هلا نحن بنتشارك الحرفيين مع بعض، شيوخ الكار خاصة يعني الأستاذ عدنان تنبرجي وجه الكر، بنمزج حرفتين مع بعض، باخذ منه، بصير في بيناتنا تبادل أفكار، تبادل آراء، نشتغل النحاس مع الصدف. اليوم بالنسبة للمشاركة بالمعارض وبالمناسبات، قد ايه مهم نحن نرجع نروج لحرفنا اللي هي يعني ما اندثرت وما بنتمناها ابدا، رغم سفر شيوخ الكار ورغم يمكن اليوم ما كثير في حرفيين عم يقدروا يعلموا يمكن اولادهم او الناس اللي المحيط اللي حواليهم، قد ايه المعارض بتساهم انه نحافظ على هي الحرف؟ تمام. هلا انا شاركت الكثير من الفعاليات والمعارض المقامة ببلد خارج القبو، لها أهمية كبيرة. وطبعا هلا التراث الدمشقي نحن بصمته وعليه الطلب، بصمته موجودة في كل الدول خاصة السوري. عبد الله تمام، خاصة السوري يفتح سوق كمان وبيعطي المنتج انه يكون عنده على رجي كمان طلب. اكيد صحيح، بصير في زيادة في الطلب عليه وعليه طلب الحمد لله. طيب خبرنا هيك عبد الله، اليوم الاسعار كيف عم بتكون؟ يعني اكيد في جهد كثير كبير. تمام. اليوم نحن خاصة بهذا الوضع الاقتصادي اليوم كثير بجوز نحن نحب هدول الاشياء، ولكن في قطع عم تكون كثير غالية. اليوم عم تكون القطع في يعني بتناسب كل الدخل، يعني كل المستويات فينا نقول. تمام. في عندنا قطع نواعم لداخل البلد، نحن بسبب الحصار الاقتصادي جائر على سوريا وتضخم الاسعار قل الطلب على هي القطع في البلد.
بس برات البلد تعتبر رخيصة، والتراث الدمشقي مطلوب في عليه رغبة برات البلد؟ ايه طبعا داخل أكيد. البلد خاصة الأوروبيين، أنا عم بشحن على ألمانيا، فعندهم حس بالرسومات العربية والزخارف النباتي. عبد الله عم تحكي لي انه من 15 سنه عم تتعلم هي الحرفه لحد اليوم، قد ايه عندك بانك ممكن تعلمها لاولادك بالمستقبل، لاخواتك، لاي شخص يمكن بيرغب لحتى نحن نحافظ عليها قدر الامكان؟ اكيد طبعا، وهي حرفتنا خلاقه باستمرار، فيها شيء جديد دائما، في رسومات جديده، اعمال جديده، بنفصل موديلات خشب جديده. انا بحب مو بس حافظ على تراث الاباء والاجداد، على اني كمان اطور من حرفتي وعلمها للاجيال. قد ايه بده يكون عند الحرفي اللي انا مو بس بسميه حرفي رشا، انا بسميه فنان لما قادر هو يخلق شيء جديد، يمكن يعبر عن افكاره وعن خياله بطريقه معينه، فهو قد ايه لازم يكون فنان بنفس الوقت؟ يعني نحن مو تعلمنا هيك خلص نحن بننفذها بشكل حرفي، لا نحن قادرين نخلق شيء جديد. صحيح، بدي احس ابداعي ويكون خاصة فيما يتعلق بأمور الرسم وتطبيق ألوان الصدف الأبيض مع الأخضر، يعطي القطعة طابع جمالي متميز، وتفصيل الخشب ليلائم مع الموديل الكلاسيكي المعاصر. تمام، خلينا نحكي عبد الله اليوم مثلا، خلينا هيك شوي أخذناها هاي اليوم، شو مستخدم بقلب هذا الصندوق؟ يعني شو المواد اللي أنت جهزتها لطلعنا بهذا الشكل حتى ليكي من جوا حلو؟ ألوانه رائعة، عبارة كثير حلوة الألوان، صيفي. هذا عبارة عن صدف اللؤلؤ البحري، صدف الأبيض والصدف الأخضر، شروحة المزاييك السوداء بالإضافة إلى خشب الورد. هلا من عمليات العمل، أول شيء بنحط الرسمة، بعدين شروحة المزاييك بنقطعها على الشكل المطلوب، عاملنا شكل الرسمة، ثم بنقوم بعملية تنزيل الصدف على شكل الرسمة، بعدين عملية الحس والألفطة. هلا عبد الله، لما بعض الاشخاص بيقترحوا عليك ممكن رسمات معينه، اشكال، الوان، ممكن تستجيب لرغبتهم تعمل لهم الشيء اللي هن بيحبوا؟ اكيد، حتى فريق عملي بالنسبه بيسالوني على الرسمات كذا، باخذ رايهم وبحب شارك افكار الغير. تمام، خلينا نحكي هلا اليوم كله يدوي، ما في يعني عم بتدخلوا شيء آلي او اي شيء ممكن بيخص هدول القصص؟ يعني تعتمد غالبا تعتمد على اليد، حرفه يدويه بامتياز. حنا بنستخدم آلات بسيطه ناعمه، وعندنا الازميل، المطرقه، الجلخ قص الصدف والحساسه. طيب اليوم بما انه عم نحكي عن حصار اقتصادي، خلينا نحكي كيف اثر عليكم، هل في مواد يعني اذا بدنا نحكي مثلا عن الصدف، خشب، هدول الامور ممكن نحن نقول انه هو شيء متوفر وبكثره، لكن في مواد كمان تدخل بهي الصناعه او هي الحرفه ممكن نحن نلاقي الشح، او اليوم هي فعلا في قله بوجودها؟ صحيح، نحن عانينا بنقص في بعض المواد الاوليه، فاضطرينا على انه نحن نبتكر ابتكار، خاصه مثل المعونه تبع الصدف، حاولنا يعني ندمج. خبرنا اكثر عن هي المعجونه، شو هي المعجونه بالضبط؟ يعني كيف تسوى؟ حاولنا ندمج كذا ماده مع بعضهم ونعطيهم صبغه معينه لتلائم لون الصدف لحتى نمعجن فيها بسبب نقص المواد الاوليه. يعني ممكن تعطي نفس النتيجه او نفس الفعاليه بنستبدل نحن مواد بمواد ثانيه، فنحن خلينا نقول الجوده بتكون نفسها؟ نحن وصلنا لنفس الجوده من خلال التجارب. ايه تمام، فاكيد. يعني هاي المعجونه انتم عم تستخدموها اليوم ضمن الصناعه، الصدف اليوم عم يكون طبيعي او ممكن انكم تستغنوا عنه بموضوع المعجونه بتعملوا اشكال وهيك؟ يعني احيانا تضطروا لهي القصه؟ ايه تمام، هلا الصدف مثل ما هو، بس نحن المعجونه هي للرتوشات بعد عمليه الحس والالفطه، بنضطر على انه نمعجن القطعه. كان في معجونه اول شيء نجيبها تكون جاهزه، فما عاد في منها في الاسواق حاليا، صرنا نضطر ندمج النوعين لحتى نوصل للنتيجه نفسها. هي الفكره انه احنا ما لازم نوقف ابدا بالشغل، دائما في حلول بديله. ايوه طالما هون في مخرج دائما هيك بنقول، خصوصا هلا يعني، فنحن عم نروح كثير للبدائل، مضطرين بكل شيء عن جد رشا، بكل شيء، بكل مجالات الحياه عم نشوف في بدائل، حتى بالتبع عم نجيب بدائل، بالتدفئه عم نجيب بدائل، كل شيء عم نجيب بدائل. اليوم ما بنحكي عن حرفه عريقه بهذا الشكل، اذا بدنا نحكي عن شيء واقعي اليوم عبد الله، هي الحرفه ممكن هي تكون مصدر دخل لحضرتك؟
طبعاً هلأ هي أنا بنصح خلال المشاهدة هلأ المشاهدين اللي عم يسمعونا كل شاب وصبية بيتعلموا هي الحرفة لأنه لا تحتاج إلى الجهد العضلي إنما تحتاج إلى الفكر والحس الإبداعي طبعاً إلى دخل جيد جداً على الفرد وعلى الأسرة. اليوم ذكرت الأستاذ عدنان اليوم هو كتير داعم للحرفيين الشباب والصبايا صرنا نشوف اليوم شيخ تكار ما نشوف هاي القصة من صحيح. قبل خبرنا اليوم حاضنة دمر للحرفيين شو عم تقدم للصبايا ولا الشباب إن كان تسهيلات إن كان دعم بشكل الحفاظ عام. أو الحفاظ على هو مكان بتجتمع فيه جميع الحرف اليدوية لأنه بيقدمونا دعم مادي ومعنوي أهم شيء الدعم المادي اليوم لحتى تقدر أي حدا يقدم شغله صح مفروض يكون في دعم أكيد أنا أخذت نموذج من أعمالي على حاضنة دمر أستاذ لؤي شكو عشان طالع شهادة تميز وإبداع على مستوى القطر بالإبداع اللي ساويته هلا طيب عبد الله يعني اذا بدنا نكون شوي صريحين ونحط ايدنا على الوجع اليوم شو هي الصعوبات اللي ممكن انت تواجهها كحرفي لانه اليوم يمكن لو انه كانت الباب كلياتها مفتوحه لو انه كانت التسهيلات كلياتها موجوده كنا يمكن شفنا اعداد كثير كبيره من الشباب عم تتوجه وتتعلم هي الحرفه وتاخذها كمصدر دخل شو الصعوبات اللي ممكن تواجه عبد الله او غيره من الحرفيين صعوبه في شحن البضائع و يعني خلينا نقول التسويق هو اول شيء ممكن التسويق اي طبعا المواد صناعه المواد الاوليه فاضطرينا الى البدائل خشب تمام وفر. بس تمام بس لكن ما زلنا مستمرين في العمل يعني ما بنوقف قدام طريق مسدود دائما في بدائل ولسه رغم كل شيء لسه الناس اذا بدنا نقول داخل الشام او داخل محافظات سوريا لسه بترغب بهي القطع وفي طلب عليها ما هيك بسبب تضخم الاسعار ارتفاع الاسعار عندنا بالبلد القطع الناعمه بتمشي تشتغل تمام ولكن اغلبيه شغلنا لخارج القطر بلاقوها رخيصه بالنسبه للمنتجات الدمشقيه غير الصناعات الاليه دائما القطع اليدويه ذات قيمه ومرغوبه اكيد هلا ببعض الاحيان وخلينا مثل ما قالت فرح اليوم نكون واقعيين الاسعار عم تكون بجوز برا غير اليوم بالداخل حاولتوا شي مره هيك تعملوا مثلا هذا الكاركتر او هذا الامبلاج لشيء ولكن بمواد اخف تناسب اليوم سعر السوق وتناسب اليوم دخل المواطن ايه تمام هلا هي كانت في البدايات قطع الصدف تستهلك كميه صدف كبيره مثل العلبه هاي المهشه فانا اضطريت نزل محل منها الموزاييك لتخفف كميه الصدف خفف عبء على اللي بيرغب هاي القطعه بخف سعرها صارت مرغوبه اكثر ايه صار في تسويق لها اكثر ايه تمام لكان صار في لها طلب اكثر طب بالمستقبل عبد الله خبرنا شو حيكون مشروعك الاساسي حنكمل بهي الحرفه ونشوفها يمكن اكبر او في مشروع ثاني حابب انت تشتغل فيه هلا مثل ما قلت لك اعطونا احنا مستمرين في العمل ودائما المصالح الحرفيه خلاقه فيها تطور باستمرار ان شاء الله الايام القادمه نحن بنصمم من هذا الاعمال اساس بيت كامل يعني اليوم ما انك حابب تعمل شيء غير اليوم تطعيم بالصدف على الخشب يعني نعمل شيء ثاني نفوت بتجربه ثانيه نتعلم خبره جديده بحياتنا في مشروع بيني وبين استاذ عدنان تنبرجي ندمج حرفتين سواء هي النحاسيات مع الصدف الارابيسك هاي الأسرار اللي عم تسألك عنها رشا ضللنا هاي الأسرار خبرنا عنها هاي الأسرار بصراحة عبد الله اليوم لما بنشوف شبي مثل عراك عنده هذا الإتقان بحرفة معينة هذا الشيء بفرح القلب قديش حابب اليوم هي التجربة وهي الحرفة تنقلها لغيرك من الشباب تعلمها لأخواتك لحدا قريب عليك ما بدنا هي الحرفة تموت بالعكس بدنا اياها تعيش وتنتشر وتتطور أكثر أكثر اكيد انا دائما بعلم حتى في عملي هن عباره عن 7 شباب وصبيتين عم يتعلموا وبشاركهم افكارهم وبنميل لمواهبهم بشوف ميولهم اللي بيحب يرسم بعطيه رسمات واللي بيحب ينزل صدف بزيد من ابداعه وبيرجيني الشغل كيف هي القطعه بعطيه بصير في عنده دافع على انه يعمل عنده رغبه حتى في منهم صار يصمم رسمات لا حلو هلا النقطة اليوم مطلوبة ومشتركة هي نقطة الدعم والتشجيع بكلمة أنا قادرة اليوم نمي لك موهبتك وكمان بكلمة اليوم قادرة أني أمحي هذا الحلم اللي عم يعيشه الشاب والصبية اليوم عبد الله بدنا نشكر حضورك لليوم ولهالجمال الصباحي الدمشقي الحضاري المعاصر يعني شكرا. فينا اليوم نعطيه كل هدول الصفات شكرا لحضرتك ونتمنى لك كل النجاح أكيد كل الشكر لك عبد الله مرة ثانية وموفق يا رب
شكرا عبد الله. اما هلا